السلام عليكم. هذا النهار عندنا طاجين كفته غادي نوجدو معكم ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. عندنا الكفته العطريه، عندنا العطريه ديال الكفته، عندنا العطريه ديال الكفته، عندنا ديال السكينجبير، وعندنا الثومه مطحونه، وعندنا الكمون، وعندنا شويه نتاع العطريه نتاع الشوا. لحقاش هاد الكفته غادي ندير نص تاع الشوا، غادي ندير نص تاع الطاجين، وكنديروا لها شويه العطريه تاع الشوا، كتعطي واحد المذاق زوين. ثقوا بيا وجربوها وغادي تشوفوا. وعندنا بصله محكوكه، وعندنا ضريس تاع الثومه حتى هو محكوك، وعندنا قزبر مقطع رقيق، وعندنا مطيشه محكوكه حتى هي، وعندنا زيت البلديه هي زيت الزيتون، وعندنا شويه الزيت نتاع الروميه. وغادي نبداو على بركه الله. الكفته هي عندها عطريتها، غادي ندير لها شويه العطريه باش نخلطها، وهذيك العطريه اللي شفتوها غادي نزيد شويه في مطيشه وقزبر وبصله باش ديرنا واحد لاصوص شويه خاطره. على بركه الله. ندير شويه تاع الزيت البلديه هي زيت الزيتون، ندير شويه الزيت الروميه، درت واحد الضريس نتاع الثومه، الثومه هيا درناها شويه تقلى باش تطلق البنه نتاعها، ومن بعد نزيدو عليها شويه تاع البصله. تابعوا معنا. غادي نزيد البصله، غادي نزيد مطيشة محكوكة، نزيد واحد معلقة تاع الصبر، غادي نزيد العطرية، هيا البصيلة نتاعنا مطيشة طابت على نار مهيلة، ما نجهدوش عليها النار، غير لاصوص نتاعها كطلق لنا لاخر لاصوص نتاعها. ودرك غنكور الكفيتة اللي وريتها لكم، درت فيها العطرية، درت فيها كلشي داكشي اللي شفتوه، درت نص في الكفتة ونص في لاصوص، وعاود نخليوها غير المهل، خليوها غير المهل طيب غير شويه هي كتطلق ديك لاصوص نتاعها. ها هي الكفيته نتاعنا، ها هي طابت، هي وجدات طلقات هذيك هذاك الماء، ما درت والو، ما درت لا ما لا والو، هذيك مطيشه والبصله والكفيته هما اللي طلقوا الماء تاعهم. دروك غادي نخليها تجمر غير بشويه، وغادي ندير عليها ثلاثه د البيضات في الجناب، ندير بيضه منا على الجنب، وندير ثالثه هنايا، ها هي الكفته نتاعنا وجدات، نخليها تزيد شويه وصايي ونحطوها نقدموها بالصحه والراحه. هادشي كيبقى اختيار، البيض والفرماج كيبقى اختيار، كاين اللي يدير غير الكفته هكذا، كاين اللي يدير البيض، كاين اللي ما يديرش الفرماج، هادشي كلشي البيض والفرماج اختياري، وكل واحد يبقى الاختيار تاعو بالصحه والراحه. وسمحوا لنا شهيناكم، الفيديو القادم ان شاء الله.
هو الطبق النهائي. الصحة والراحة.